السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى نظم. اليوم سوف نتكلم عن برنامج الوول بيبر المتوافق مع نظام الماك. هذا البرنامج يقترح لك 5 صور مجانية بتقنية الـ HD أي عالية الوضوح. طبعا هذا البرنامج موجود على الويندوز مثلا XP و7 وغيرها، أكيد أكو برامج خاصة بهذه الأنظمة. طبعا البرنامج به خدمتين، خدمة مجانية وخدمة مدفوعة. الخدمة المجانية يعطيك 5 صور يوميا، أما الخدمة المدفوعة فيعطيك عدد صور. الآن كل ما علينا هو الذهاب إلى أب ستور، وبعد ذلك وول بيبرز، أوكي، أنا بضغط على فري، بعد ذلك انستل ابلكيشن، نكتب الباسورد الخاص بالابل، سوري. الان هسه اضغط على اوكي. لحظة اجري. الآن يتم عملية التنصيب. سوف أقوم بإيقاف الفيديو حين الانتهاء من التحميل من تنصيب البرنامج. نذهب إلى هذا هو البرنامج، ندخل عليه wallpaper. أوكي، طبعا شنو دي يقول؟ daily download limit 5 صور يوميا. طبعا تقدر تسوي الابجريد، اي تحول الى برنامج البريميوم اي مدفوع. لاختيار الصور نقوم بتقليب الصور، او اذا كنت تريد عرض جميع الصور تضغط على هذه وتختار اي صورة ترغب بها، لتكون مثلا على سبيل المثال هذه الصور. أقوم بالضغط عليها و سيف. مثل ما تشاهدون تم تغيير الصورة وجدا عالية الوضوح. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم، وشكرا جزيلا لكم، ولا تنسوا الضغط على سبسكرايب. مع السلامة.